يا حسين في الفلات وتمت السماء بالصلاة وتمت السماء بالصلاة يا من قتلت السلام عليكم أحبتي. تزامنا مع موسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، الخبر أونلاين يلتقي اليوم مع أحد الرواديد البارزين في الموكب الحسيني البحريني، الرادود علي حمادي. مرحبا أبو نور، وعظم الله أجوركم. يا أهلا بكم، وعظم الله أجوركم إن شاء الله. الله يتقبل. بداية أبو نور، متى وكيف كانت بدايتك في الموكب؟ طبعا بدايتي ما كانت في العزاء، كنت قارئ القرآن في المجالس خصوصا في شهر رمضان، وتم اكتشاف أن أمتلك صوت لا بأس به، وتم ترشيحي للإنشاد في الاحتفالات أولا، وبعد ذلك يعني يعود الفضل إلى أخوي الكبير أبو حسين خليل، دخلني بالموكب في قريتنا برهامة. على نطاق القرية البرهامة إلى مدة تقريبا 3 سنوات، إلى تقريبا يعني هذا كان في سنة 95. 1998 طبعا كان مرحلة انتقالية من البرهامة إلى منطقة عذاري، قرية عذاري أول مشاركة كانت في سنة 98، وبعد ذلك توالت المشاركات في القرى إلى أن انتقلت في أقل من سنة تقريبا إلى ماتم بن سلوم كأول مشاركة، وكانت مع الرادود العزيز صالح الشيخ، وشاركنا كان في وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وتوالت المشاركات في النعيم وسلوم والسنابس في عام 2000، ومحطات ابتدأناها على مراحل ابتدأناها، والحمد لله الآن يعني نحن مستمرون في نفس هذا. أبو نور، هل كنت متوقع أنك بتوصل إلى هذه المرحلة؟ طبعا ما وضعت توقع ولا 10% أن أنا بكون رادود يعني يعرف بهذا النمط أو بهذا المستوى، ولكن كنت أسعى جاهد أن أكون يعني صاحب أداء متمكن وقصائد، أهتم دائما بالقصائد، وهذا الأمور هي ساهمت بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أن أبلغ هذا المبلغ. نعم، ويوم توسعت في يعني مراحل بدأت تطلع إلى القرى إلى ما تنسلهم، هل صارك تخوف أو تخوف؟ التخوف شيء طبيعي يعني من الإرباك والتوتر، ولكن هذا التوتر هو صانع النجاح. يعني لما الواحد يقلق أو يشغل نفسه بموضوع ويهتم إلى العطاء فيه أكيد راح يبلغ مبلغه يعني وينال مبتغاه يعني، وكل جهد يثمر. فكانت الجهود تراكمية، وكانت كل مشاركة تعطينا درس وتعطينا نقاط نستفيد منها ونطبقها في المشاركات اللي بعدها. يعني احنا ما كنا مثلا ما في معهد أكاديمي أو مثلا جهة تعنى أنه مثلا تهتم بأمور الرادود، اعتماد ذاتي، فكنا نطور أنفسنا يعني مثل ما نقول حبة حبة، يعني كل مشاركة تعطينا دفعة وتعطينا اكتشاف، نكتشف مستوى الصوت، نكتشف مثلا نمط الألحان، تركيبة الألحان، انسجام اللحن مع اللحن اللي بعده، باعتبارنا طريقتنا تعدد ألحان ويعني تحتاج شوية صياغة خاصة يعني تختلف عن الصياغات الثانية. أسلوب العزاء البحريني أبو نور اختلف بشكل كبير يعني بين الماضي والحاضر، بما أنك عشت فترة التسعينيات، يعني شنو تعتقد الفرق بين العزاء قديما وحاليا؟ الفرق أن كان في التسعينات القصيدة كانت بسيطة إلى حد ما في تركيبتها في لحنها، يعني حتى اللحن كان يعتمد على الألحان السهل الممتنع أو يعني يفهم من بداية ما يتم الرادود يلقي اللحن
الجمهور يستوعب أن الرادود اليوم مشى في هذه الطريقة وهذا النسق. اليوم أنا أعتقد يعني أن الرادود كلف نفسه بما لا يطيق. يعني الرادود صار اليوم يبالغ كثير في إعداد اللحن والاستغراق في تفاصيل اللحن، أو مثلا ما يعرف اليوم بالكسرات، أو مثلا فشوف القصيدة متشعبة جدا، حتى يمكن أنا علي كرادود لما أسمعها أنا يمكن ما أستوعب بعض الشغلات، يعني لدقة أو يعني الرسم الصعب إلى اللحن وإلى يعني هوية القصيدة، وكل رادود إلى طريقته وتوجهها في نمط الألحان. وأنا دائما كنت أنا أكلم بعض الرواديد إن إحنا نكلف أنفسنا أكثر مما يحتاج الموكب، يعني الموكب يحتاج إلى أشياء مرتبة وبسيطة وواضحة المعالم، وهم الاهتمام بالوزن يعني من أجله يكون نتاج القصيدة ككلمات يكون قوي، وهم توصل الرسالة أكثر من الأوزان المقطعة والأوزان يعني اللي يمكن أنا أقدر أوصفها أنها هي توصل إلى حالة الإسراف. يعني إسراف في عدد الألحان، يعني إذا كانت الفقرة تطول من المستهل إلى المستهل تطول إلى نص ساعة أو أكثر، يعني فهذا الشيء مما يؤثر سلبا، يعني أنا أقول سلبا على النتاج. فكانت التسعينات أبسط، يعني التسعينات عندك أفضل من الآن. أنا مو بس أنا أشوف، يعني المهتمين بأمور الموكب أو المتابعين أو الكل اللي أدرك حقبة التسعينات يقول أن فترة التسعينات هي الفترة الذهبية. نعم. يعني كانت كل القصائد أو أغلب القصائد، ما بقول كل لأن كانت تحتمل الضعف في بعض الأحيان وكانت تحتمل القوة، بس بشكل عام يعني المتابعين متفقين، حتى الرواديد يقول لك لا التسعينات وين كان العزاء، اليوم تغير الوضعية. تعتقد أن الرواديد أبو نور انجبروا إلى هذا الواقع؟ لو هو بيدهم لا زال الوضع بيدهم التحكم بهذا الأسلوب، يعني هو مسألة قناعة، يعني هل الرادود مقتنع أو غير مقتنع، أو أن يعني مثلا الرادود يرى أنه يحقق جماهيرية معينة، يحقق حضور في الساحة بهذا النمط، فاعتمد هذا النمط وأجبر نفسه على هذا النمط، في حال أنه غير قناعته وتوجهه وقال أن أنا بتوجه إلى مثلا نمط معين، بالإمكان جدا يعني أن الواحد يغير نمطه ويرجع إلى النمط الوسطي. أنا يعني ما أدعو إلى أقول أرجع للتسعينات كما هو، أنا أقول التجديد حالة طبيعية وحالة فطرية، يعني الواحد يحب يجدد لأنه بيكون في رتابة وملل لأن كله نفس النمط، ولكن عندنا القدرة أن نجدد ولكن بحدود وفي محاذير يعني ما نتجاوزها. ومثل ما تفضلت سيد أقول لك أهم النقاط يعني اللي أنا أشوف غائبة عند بعض الرواديد اختيار الوزن. الوزن إذا قرب إلى 9 أوزان في القصيدة الواحدة، يعني 9 أوزان، وترى تركيبة الأوزان غير مرتبة، معقدة معقدة جدا، وهم فيها بعض التفاصيل اللي هي غير موزونة غير وزنية، يعني ما فيها انسيابية ولا فيها هذا، فتشوفها حتى لما بتقطعها كتفعيلات مو حاضرة التفعيلات، وهذه مرهقة للشاعر ومرهقة للإذن المستمع، مرهقة إلى الرادود في الأداء هم كذلك، وبشكل عام على يؤثر على العزاء يعني بشكل. أي نعم. أبو نور بالنسبة إلى كلامك الحالي، يعني لهذا السبب بعض المعزين ينتقدونك لأنك تتمسك بهذا الأسلوب من الألحان، أسلوب ثابت ومعروف يعتمد على وضوح الكلمة، فوش ترد عليه؟ حق النقد، يعني ما أمنع الآخرين أن ينتقدون، ولكن أنا أتكلم عن أهدافي في الموكب. الرسالية هي الخط الأول، يعني الرادود اليوم قد يكون داعية، قد يكون ناصر حقيقي إلى قضية الإمام الحسين، قضية أهل البيت. النصرة والرسالية لابد إليها شروط وإليها ضوابط معينة، أنا لازم ألتزم بها، أنا لازم أكون عندي أهداف وأرتب أهدافي. أقول الهدف الأسمى والهدف الأول
إن أنا أمتلك نص يخدم أهل البيت ويخدم قضية أهل البيت، يخدم مظلومية أهل البيت. بعض الإخوان يقول لي يعني مثلا الكلمات اللي تجيبها جدا جادة في أغلب الأحيان، صح، وما فيها ديك العاطفة وما فيها هذا. فكنت أنا أقول أنت ترى الموضوع من زاوية، ولكن أنا أراها أنه هل تخدم أهل البيت. إحنا يعني شغلنا الشاغل اليوم أن أنا أكون أتحمل مسؤولية الموكب وبما يرضي أهل البيت عني. يعني بكرة أنا مساءل وأنا مو بعيد عن المساءلة لما أهل البيت يقولوا لي أنت ما كنت خادم إلينا، أنت ما خدمتنا. هذا السؤال جدا يراودني، يعني لما أنا أكون غدا يعني في ساحة المحشر وأنا أروح لأهل البيت وأقول لهم أنا خادمكم في حياتي وهذا، وأنا أبي صك شفاعة من عندكم، يقولون أنت ما خدمتنا، أنت أسأت إلينا، أسأت إلينا، ما أعطيت الموكب هذه الكلمات اللي تنصرنا فيها. وظيفة الرئيسية تحتم عليه كلمات بنوع معين، تحتم عليه ألحان بنمط معين تكون وقورة وتكون فيها بعض المواصفات اللي ما تخل عن الهدف اللي أنا قاعد أرسله. فكر منور، الله أكبر. صليت صليت يا حسين في الحلال وتمت الثلاث.